مرحبا مشاهدينا، وطبعا كل يوم احلى مرحبا لكل المشاهدين. حلو كثير واحد بس يقول تحيه طيبه، العوافي، السلام عليكم، صباح الخير، مساء الخير. هالكلام الحلو كثير حلو اذا واحد بيمثل اصحابه وجيرانه ومحبينه، فمش هيك دائما بنقول لكم تحيه طيبه لكل المشاهدين. حلقتنا اليوم مميزه جدا، وطبعا الطبق الاول عندنا كثير طيب، بدنا نشوف مكونات ونرجع نحكي عنه ونشرح عنه على رواق. خلينا نشوفه. مكونات خضار مقلية مميزة، كوسة عدد 2، فطر عدد 4، أرنبيط عدد 6، باذنجان حبة وسط عدد 2، نصف حبة خس، زيت للقلي، كوب طحين عدد 2، كوب بيرة من دون كحول، ملعقة صغيرة كربونات، أوريغانو رشة، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. لك يا مشاهدينا اليوم طبعا نحن عنا الخضار، اليوم ما في خضار مسلوقة، ما عنا خضار مشوية ولكن خضار مقلية بالنكهة المميزة. كيف أنا نعملها؟ خلينا نشوف. نحن بحاجة لجاط هون، طبعا الطحين، طريقة كتير سهلة وسريعة. هون نحن عنا فلفل، ملح، وأوريغانو، وهون قليل من الكربونات، وهون عندنا كمان بيرة. بيرة طبعا لانه فيها فقاقيع وفيها خميرة، فبتساعد دائما هالعجينة حتى نصير نحن مثل ما بقولوا الغطة للخضار بقلبها. بيرة شرعية من دون كحول طبعا، وهون بنحركها حتى يصير عندنا مزيج تقريبا مثل الطراطور السميك، حتى نقدر نغط الخضار من نعمها بهالطريقه هون، حتى يصير في عنا مثل ما بيقولوا نقعه خصوصي. طريقه كثير سهله مشاهدينا، مثل ما شفتوا بدنا نحركها حتى تنعم مزبوط. اكيد الاوريغانو والملح والفلفل والكربونات رح يعطوها طريقه سهله، بنحركها مزبوط، صار عندنا المزيج جاهز. شوية طحين وبنبلش نحضر تقطيع الخضار، ونحن حطينا زيت نباتي على النار. شفتوا كيف بنحركها مزبوط تاخذ بعض البعض، والكربونات اكيد هلا لحظات حيساعد كمان العجينه على الارتفاخ. طريقه كثير سهله وكثير جديده حتى نتميز مشاهدينا، نقدم لضيوفنا للاولاد هن جاي من المدرسه، لسهر عشيه على التلفزيون، لايام شتويه عم ترعد وتبرق على الشمينه، لايام هيك كثير حلوه تكون حميمه، ممكن نقدم هالاطباق اللذيذه. هون نحن الباذنجان، بدنا نقطع الباذنجان، فينا نخليه مع القشره ما بيأثر، تقريبا رح نعمل ثلاث قطع من كل نوع هون ونكفي تقطيع الكوسه.
يعني اليوم الكوسة نحن فينا نعملها شرحات وفينا نعملها نقصها لأربعة. هالشي يفضل دائما لشرحات حتى نضل قرشة الكوسة موجودة ظاهرة هون بالزيادة. الفطر لخليه أنا حبة كاملة، أو كمان ممكن بما أنه الحبة كبيرة قصة اثنين تنحافظ على هالخضار تضلها بشكل كبير. بما أنه اليوم نحن طبعا في ناس بنشوفهم عم بينظفوا الشامبينيون يعني مثلا بهالطريقة، بتكون الشامبينيون سودت، فنحن بهالطريقة بس بما أنه اليوم نحن عملها نحن بهالنقعة ما في زوم، بس عم فرج كثير المشاهدين أنه في مرات الفطر بيسود، كيف بنقدمه بنرجع بنقشره هيك بس طازة، إذا كان قريت طازة ما بيلزم نقشره، بس ولكن بينضف معنا بهالطريقة. الفطر عم فكر بالأريديس كيف إذا بدي أقدم هذا الطبق، فاليوم مرات العقل الذهني الداخلي بيلعب دوره، ولكن الفطر هون نحن مثل ما ذكرنا فينا نقشره وفينا نخليه مثل ما هو. هون كمان نحن استعملنا خس الأنظيف، فينا كمان حتى الخس الأنظيف كمان تشوفوا كيف طريقته، بنقص قطعتين. كمان عندنا هون القرنبيط، خلينا دائما كعب حتى نغطس بقلب الصلصة. كمان هون رح نستعمل قطعتين ثلاثة. هون أكيد عم نحرك المزيج، وطبعا نشوف اذا الزيت حمي. الزيت حمي ورح نبلش نحن بالقرنبيط. لاحظنا كيف نغط هون بهالطريقه، وكمان بنتابع القلي بهالطريقه المميزه. كمان عنا القنديف، لاحظنا كيف غطيناها. عنا الفطر، اشتركنا الكعب. هون كمان لاحظنا كيف هالنقعة المهمة. هون كمان عنا نحن بدنا نشيل لاصق المقلاد. هلا فرجيكم كيف طلع الكفر. هي نحن لازم نخلي دائما القرشه سريعه، ونحن الخضار بدنا اياها نحافظ لها على قرشتها، يعني ما بدنا نستوي الخضره كثير. طبعا اطباق تقدم في اليابان، في الصين، في ماليزيا هون، واكيد كيف الخضره وقت نقول عنها الدنتي نشويها. هاي العجينه كثير مهمه وطيبه ومميزه. هون كمان نحن رح نكفي مع الكوسه. الكوسه مثل ما شفتوا هون دغري بنغطها، طريقتها كثير سهلة. هون كمان بقلب الزيت الكوسة بس تنزل تاخذ هالكريسبي. بنضلنا كمان الخضرة تقرش، أكيد منا مثل الكوسة المقلي دغري، بنضلنا محافظين على قرشة الخضار. هون لكن احنا الباذنجان ولا كمان خليهم شوي تيشقروا. اذا حمى الزيت كثير نطفي تحته شوي اوف اون اون اوف حتى نضلنا مسيطرين على الحراره المطلوبه. تقليب مستمر، ننتبه انه ما يحترقوا، يضلوا اشقر
اللون، وهيدي العجينة مبدئيا لو استعملناها بعد نص ساعة بتكون كمان أفضل وأفضل، ترفخ معنا أكثر وبتعطينا قرشة أطيب. هون لكن نحن عم نشوف هون أخذ اللون الأشقر، أكيد اللون الأشقر. هون لكن نحن صفيها منيح. اوكي لاحظنا هون كيف صارت، واكيد رح نصفهم، ولكن من بعد الفاصل انتظرونا. وعودة من بعد الفاصل مشاهدينا، وأكيد كثير من المشاهدين عم يتسألوا، الخضار المخلية طبعا استوت من قلبها، وهلا نحن رح نقدمها ونزيفها. طبعا هي بنفس اللون بنفس العجينة، فعلا بهالسرعة اللي حتستوي هي، نعم، لأنه العجينة عملت كفر وقت نزلت على النار وأخذت حرارة، البخار تسرب لجوا، ونحن ما بدنا إياها مستوية 100%. هيدي طبعا خضار على الطريقة اليابانية، وأكيد مضلة الدنتي عم تقرش، غير ما نحن دغري بنحطها بالطحين ونقليها دغري بالزيت. هيدي بتعمل كفر، بتعطينا قرشة وبتعطينا كمان شيء جميل جدا. شوفوا مثلا هالمنظر، الكوسة لحظة فيها قرشة طيبة نحن عم نكبسها. وهون نحن بدنا كمان نقدمها على خس ناعم، دائما تقدم على خس ناعم حلوة، في حال حدا خلص كمان بحب يكفي ياكل الخضار. هون بدنا نفرمها. هون لكن الخس، فوالا هون بنجيب الخضار، الباذنجان هيك تصفى بالترتيب. شفنا هون الفقاقيع، خميرة البيرة بدون كحول، وهون كمان عندنا نحن الكوسة، عندنا هون خس الأنظيف لك شو طلعت حلوة، يعني عم ناكلها وعم تلذذ فيها مع القرشة مع الطعمة الطيبة واللون اللذيذ. ممكن كمان حط لها عصير حامض اذا حدا بحب. شوفوا هالمنظر شو حلو. هون كمان عندنا الكوسة والقرنبيط، لاحظنا كيف عطيت القرنبيط والفطر، فعلا خضار مقلية شهية ومميزة، وكمان طيبتها طيبة. فينا نقدم مع حامض، فينا نقدم مع كلها بلا شي سادة، صويا، سويت اند شيلي صوص، كل القصص الحلوة اللي فينا نقدمها. هذا هو طبق الخضار اللي قدمناها بطريقة سهلة. وبهالوقت كمان مشاهدينا رح نشوف مكونات طبق من السمك. خلينا نشوف مكونات ونعود معكم. مكونات سمك مع الصنوبر، فيليه سمك عدد 2، كرات عدد 1، توم عدد 2، معلقة زيت نباتي عدد 2، ربع كوب صنوبر محمص، مكعب مرقة دجاج ماشي بالأعشاب الطبيعية عدد 2، ربع كوب عصير حامض، حامض للزينة، وبقدونس بالزينه. لك يا مشاهدينا، اكيد الماجي اليوم مثل ما شفتوا مرقه الدجاج
بالأعشاب الطبيعية. يعني فعلا هالمكعبات كتير مهمة وكتير طيبة ولازم تكون موجودة بكل بيت وعند كل ست طبعا، حتى تستعملها بجميع أطباقها وتكون فعلا حاسة حالها بكل فخر أنه أكلتها كتير طيبين. 100% أعشاب طبيعية حلال صنع فرنسا، فيها 8 مكعبات وكل مكعب فيه 8 كالوري. على فيها إذا تطلعوا هون مشاهدينا في المكونات بالتفصيل، عندنا نحن نشوف الأعشاب اللي قلبها: البصل، الثوم، الهيل، الفلفل، الكركم، البقدونس، وقرفة، وأكيد بتخلى الزعفران، وكمية معتدلة من الملح. يعني فعلا بهالديكور الحلو أو بهالديزاين المميز وصار رقية المكعب وعملي أكثر، وطبعا نحن بس بدنا نستعمله حنحسه فينا نستعمله كبهارات، عم رش بهارات على كل المأكولات بتفتفت وبيدوب بالماء كمان. عظيم. هون نحن بهالوقت كمان مشاهدينا رح نباشر بتقطيع الكرات. هون نحن هون طبعا الكرات بدنا نفرم الكرات فرم خشين. بنبلش نجهز طبق السمك، وهون نحن حمينا المخلاط قليل من الزيت النباتي مرقتين مثل ما ذكرنا، وهون كمان عندنا نحن بدنا نحن نحمص اللوز او صنوبر طبعا كل اللوبات فينا. هون عندنا نحن الملح والفلفل اذا بدنا نضيف. هون نحن لاحظنا هون كيف نحن السمك كمان بلش نجهز السمك حتى نشويه وحمص اي نوع من اللوبات اللي بتحبوا كمان انتو بالبيت موجود عندكم. انا هون بهالوقت انا حضيف الكرات حتى كمان يعطي نكهة للسمك، كمان ثوم هون لكن احنا بدنا نفرم الثوم فرم ناعم، يعني ما تكون ضروري كثير، مش ضروري يكون كثير ناعم يعني، بس ناعم خشن. هون كمان هون حطينا الكرات والثوم هون شوي الزيت نباتي كمان تنقلل القلوبات. هلا بيقولوا دائما انه السمك بينقلب مره واحده، ممكن بس ولكن اذا كان سميك فينا نقلبه عده مرات، بس اهم شيء حتى ما يتكسر معنا. هذه هي بس المقاله 100%. هون نحن بنقلب هالخضار حتى ناخذ نكهه السمك، وكمان نحن فينا نستعين بواسطه المشحاب اذا كان عندنا فيلي سمك مثلا. هون بهالطريقه فينا كمان شوية مي كمان تناخذ من الخواص السمك، اكيد طعمته بتضل زينا. نحن عم ناخذ المرقة من السمك، يعني نحن عم ناخذ من البصل والثوم والسمك حتى ناخذ منه مرقة. هون كمان نحن ما ننسى اهم شيء نستعمل مكعب بطريقة سهلة وسريعة. شفتوا كيف فتحنا المكعب مركز الدجاج ماجي، طبقة خضراء من الأعشاب الطبيعية 100% وطبقة
من مرق الدجاج وبدون منكهات. طبعا هالشيء مهم كثير انه ناخذ هالاعشاب الطبيعيه ونستعملها نحن. شوفوا كيف تنفرط على السمك وبتعطيها هالنكهه الطيبه، وخاصه نحن ما نستعمل كمان مرقه نضيفها مع المي موجود عندنا هون. اكيد هون طبعا نحن فوالا بهالطريقه، هون كمان عم نقلب السمكة على تاني ميل. واكيد هالخواص مع الكرات مع الثوم مع شوية مي نحن قليناها. بدنا ناخذ كمان هالمرقة طبعا، خلي هلا بتاخذي على مهلها. رح نروح لفاصل مشاهدينا ونعود معكم. وعدنا معكم من بعد الفاصل مشاهدينا، واكيد طبق الخضار اللي عملناها نحن هون بذكركم طحين وبيره من دون شعير وكربونات وملح وفلفل واوريجانو، خلطناهم كلهم مع بعضهم حتى حصلنا مثل عجينه التراتور. حمينا الزيت واي نوع خضره، نحن عندنا الانديف والفطر والكوسه والباذنجان والقرنبيط، غطسناهم وقليناهم بيطلعوا عندنا بهالشكل. فينا نقدم معهم حامض او صلصه حاره مثل ما بدكم، طبق كثير لذيذ ومميز نقدر نحن نبيض وجهنا فيه اذا كان عندنا عزيمه او بدنا نقدم شيء خاص. حتى كمان فينا نستعمل صوص كوكتيل، صوص حامض حسب الرغبه، يعني اليوم شو حد طالع باله بيمشي، لانه الخضره بتمشي مع كل شيء، اكيد مع صوص كوكتيل كثير طيبه. هون نحن السمك ما نلحنا ولا بهرنا، استعملنا مكعب مرقة الدجاج ماجي للاعشاب الطبيعيه. انا هون عم ضيف عصير الحامض، هون نحن الكرات والثوم قليناهم وحطينا السمك على النار وضفنا مكعب مرقة الدجاج بالاعشاب الطبيعيه من ماجي، واكيد حطينا هالعصير حامض اخذ هالخواص كله مع بعضه، السمكه طلعت طريه. وهون نحن عم نحمص لهم طبعا اللوز لكي يشقر، او صنوبر، فينا نستعمل صنوبر فينا نستعمل لوز او الفستق اللي بدنا اياه هون. وطبعا كمان البصل فينا نستعمله اكيد، كل انواع خضار اي نوع خضره بيخطر على بالكم فينا نستعمله كطبق اول، نغطه بالتتبيله ونقليها ونحصل عليها. هون نحن اول شيء جهزنا كمان الطبق الاول صار جاهز، وهون نحن الطبق الثاني بدي كمان اطلع للسمك حامض. كمان بذكركم تقطيعة الحامض على شكل حزوز، دائما خلوا الحامضة ما تقصوها شيء متماسك. وكمان كثير بنروح على مطاعم بيقدموا الحامض من هون مقصوص قصير ومن هون، لازم بهالطريقة دائما نقص حتى نحن عم نعصر ما تعذبنا، وهون ضلها متماسكة. كثير غلط إذا قصينا الحامض قطع صغيرة بهالطريقة، يعني نحن إذا كنا عم نعصر حامض بهالطريقة من هون ضلها متماسكة على المنتين. كمان بنشيل إذا فيها بزر بنشيلها. طبعا هون الحامض حتى يوصل معنا بسهولة، نحن جهزنا هون طبق السمك ومن ثم هون عم نسكب. لاحظنا السمك كيف طلع لونه، اول شيء نسبة ذهبي للزعفران الموجود بمكعب مرقة الدجاج ماجي بالاعشاب الطبيعية، والكركم اللي عطت دائما الالوان اضافية مميزة والطعمة غير شكل. ونحن عملنا هون مثل ما بيقولوا ريدكسيون، ريدكسيون يعني هي الخواص كله طبعا الكرات والثوم وطبعا مية السمك وعصير الحامض. لاحظنا كيف هالريدكسيون كله هون، نحن رح نضيف كمرقة ونرجع ننزله مزبوط، خلي هالخواص نتلذذ فيه. كمان طيب اليوم هالكرات عاطي نكهة طيبة. فينا نطحنهم على البلندر كمان اذا بدنا هون ناعمين، وفينا نخليهم بهالطريقة
وكمان عندنا هون أسطوبر، أو فينا نستعمل أي نوع من المكسرات. كمان فينا نزينه بشرحات الحامض، وأكيد بس دائما القلوبات تدخل مع السمك مشاهدينا رح نحس فعلا إنه الأولاد حيكون عندهم إقبال كتير قوي حتى يتناولوها بطريقة سهلة وسريعة. هون كمان احنا فينا رشة بقدونس كمان هيك على البيض، مش غلط، بتعطي لون، والبقدونس مع السمك بيعطي طعمة بالطريقة هيك على الخفيف دايما ما نكتر، لأنه كل شيء بالمعنى زيت ناقص. هون صار عندنا هالطبق مثل ما شفتوا مشاهدينا، طبق رائع جدا بنتناول هالسمك مع قرشة القلوبات اللي عليهم، أي شيء فستق، لوز، كاجو، صنوبر، مثل ما بدكم، والخضار المميزة. أطباقنا اليوم كانت مميزة مشاهدينا، شكرا دائما لمتابعتكم، موعدنا بكرة كمان بحلقة مميزة جديدة، بنقول لكم ألف صحتين أو ألف صحة وإلى اللقاء.